طيب، حالات تحكيميه النهارده مثيره للجدل، حالات تحكيميه ايضا في مباراه الزمالك امس مثيره للجدل. بالتاكيد لا نتحدث دائما زي ما بعودكم دايما عن الحالات التحكيميه، نتركها دائما لخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد صباح الخير، مشرف ومنور كالعاده. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام. اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ والله الحمد لله، فضل ونعم الحمد لله. نبدا من النهارده، ايه رايك في طاقم تحكيم اليوم ورايك في القرارات اللي اتخذت وبالتاكيد الهدف الملغي للنادي الاهلي هو اكثر القرارات الاثاره للجدل النهارده؟ بص كريم، احنا عندنا النهارده في ماتش الاهلي لقطتين تحكيميتين نتكلم عليهم مهمين جدا. يلا بينا. الاولى الهدف اللي تم الغائه. احنا في بروتوكول الفار الماده رقم 10 بتقول ان انا في حاله ايقاف اللعب واستئنافه لا يمكن الرجوع. الرجوع دي معناها الرجوع لما قبل الايقاف. في حالات اللي في اي خطا حصل الا اذا كان في طرد مباشر او في سلوك ماشين او باسق او البروتوكول بيقول كده. وبالتالي بدايه اللعبه اللي هي الركله الحره دي بدايه الاي بي بي اللي هي بناء مرحله بناء الهجمه لاحراز الهدف. من حق الفار يراجعه، لان في ناس قالت ان الماده العشرة تمنع الحكم او حكم الفار من التدخل. لا، اللي يمنع الماده 10 بروتوكول الفار تمنع الفار يتدخل فيما قبل اللعبه. يعني انا حسبت ركله حره، اللي قبلها لو الركله الحره مش سليمه خلاص انا حسبت خلاص اتلعبت، ماليش بعد كده ما اعرفش راجع اللي قبل كده الركله الحره اللي حصلت. لكن في اللعبه دي بدايه اللعبه او بدايه الاي بي بي بتاعي او بدايه الهجمه لبناء الهجمه لاحراز الهدف هو الركله الحره، هو الفاول نفسه. والفاول نفسه فيه خطا وتدخل حكم الفار تدخل صحيح والحكم الغاء الهدف قرار صحيح. صحيح. طيب اللعبه الثانيه في نفس المباراه شك في ركله جزاء النادي الاهلي في الدقيقه 93. واللعبه كانت فعلا تصوير مش واضح جدا، يمكن في كوره بلس عملنا عليها زوم واشتغلنا عليها كويس جدا، وصلنا للحقيقه ان الكوره من رجل محمد عبد المنعم لاعب النادي الاهلي لرجل المدافع للارض وما جتش في ايده نهائي، وبالتالي ما فيش ركله جزاء وقرار حكم سليم. النهارده امين عمر وطاقم التحكيم بالكامل عملوا مباراه مميزه بشكرهم عليها، وفي الاخر كل الفريق خد حقه وما فيش اي تاثير من قرارات التحكيم على المباراه. طيب رايك ايه في طرد الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ انا الحوار اللي حصل بينهم وبين بعض ما اعرفش اللي دار، يعني الاعتراض اللي وصل الكابتن احمد مباشر ده اكيد حاجه حصلت بينهم وبين بعض ما اعرفش تفاصيل حصلت ايه، لكن الاعتراض خارج عن النص من كابتن سيد وشوف البار اكيد الاعتراض ده كان له سبب ان في طرد او كابتن احمد حصل. فما اعرفش التفاصيل اللي حصلت عشان اقدر احكم على الكابتن احمد صحيح ولا مش صحيح. طب ليه ما يبقاش فيه انذار وبعد كده كارت احمر؟ ليه يبقى كارت؟ ممكن كريم في الكلام اللي اتقال الكلام ممكن تتقال كارت احمر. لما ما اعرفش ايه اللي اتقال، يعني الكلام ما نقدرش نقدر اللي اتقال بينهم. ممكن الكلام اللي اتقال يتسال كارت احمر مباشر وارد جدا، وممكن الكلام اللي اتقال يتسال انذار وارد جدا، فاحنا الحوار ما نعرفش اللي حصل عشان يخلي امين يطلع كارت احمر. طب السؤال ده هو سؤال عام بصراحه، مش شرط يكون الحاله زي ما حضرتك قلت لازم تكون حاضر الحاله او تعرف الحوار اللي حصل عشان تشوف وتقدر، بس هل ممكن حكم ينزل مثلا مش هقول مترصد او متحفز، بس عارف مثلا ان الكابتن سيد هو من متكرر الاعتراضات فيبقى نازل بيحاول بسرعه ياخد قرار حازم عشان الكلام ده ما يتكررش في الملعب كله، يعني يبقى مبيت النيه بدون قصد، يعني بطبيعه بشريه؟ لا لا امانه يا كريم ما اعتقدش ده يحصل. لا لا انا كنت حكم للكابتن سيد قبل كده وغيري كان حكم للكابتن سيد قبل كده، استحاله حد يترصد حد عشان يطردوه، لكن احنا بنبقى رد فعل كحكام بنبقى رد فعل ساعتها يعني. طيب احنا معانا قبل الزمالك كابتن جاهد معانا لقطه للمسه اليد اللي حضرتك قلت مش لمسه يد في ضربه جزاء في دقيقه 93 للاهلي، عايز حضرتك تشوفها كمان معانا. لا انا في الطريق مش هشوفها. انت في الطريق؟ احنا جبناها زومنا عليها قوي زومنا عليها قوي وجبناها التفاصيل بتاعتها اللي مش موجوده بالصوره، احنا زومنا عشان نعرف الكوره جت في الايد ولا لا. لان الكوره لو جت في الايد اليمين بعد لمسه الرجل دي لو جت في الايد اليمين ركله جزاء مليون الميه. لكن فعلا ما جتش في الايد، جت من الرجل للارض اللي ما جتش في الايد نهائي، وبالتالي ما فيش فيها ركله جزاء. عظيم جدا. مباراه الزمالك بقى، مباراه الزمالك امس مع طلائع الجيش، هي فيها لقطه تحكيميه واحده بنتكلم فيها، في ركله جزاء صحيحه لطلع الجيش لم تحتسب. اللعيب بالونش نجح في لعب الكوره، لكن في طريقه للعب الكوره خد رجل مدافع الجيش في الدقيقه 11 وكانت ركله جزاء صحيحه لم تحتسب، دي كان اهم خطا موجود في المباراه. لكن اللي نقول ان الزمالك الغلط يعني هزم في المباراه، وبالتالي القرار ده مش مؤثر في ركله المباراه، بس بنتكلم ان في ركله جزاء صحيحه في الدقيقه 11 لم تحتسب لنادي طلائع الجيش. بنشوفها اهو دلوقتي وحضرتك بتتكلم. طيب كان في لقطه كمان مهمه جدا لمحمد اشرف رؤى، وبعض الناس قالوا ان هي كانت بطاقه حمراء او تستاهل بطاقه حمراء انه تدخل على قدم لاعب طلائع الجيش، شفتها؟
التدخل بالاستاذ كريم في اللقطه بتاع رؤى ديت، التدخل بالاستاذ في الانكل من ورا، التدخل القوه والسرعه الموجودين قليلين مش عاليين، وبالتالي الانذار كان مستحق، يعني المفروض ياخد انذار فيها، ما خدش كارت خالص. صح. كان المفروض في اللعبه دي ياخد انذار، لكن اللي اعترق الكارت الاحمر في حال من الاحوال، وبالتالي الفار ما تبعش الحنفي فيها، لان لو كانت كارت احمر كان لازم يستدعيه، وانا اتفق مع قرار الفار ان ما تستاهلش كارت احمر، ما فيش استدعاء، كانت تستحق انذار، وانذار مستحق، وطبعا الحنفي اخطا في عدم اعطاء رؤى الانذار في اللعبه دي. صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة كالعادة.